بسم الله بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها، من أحوال أهل النار ومن أحوال أهل البدعة. وكتاب كان يقيم كها مؤلفي أبو قري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ومؤلفي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وفي ميزان حسناته الله يلا يوم الله ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى ويري أسنى علماء كوري وإلى وقتها يكون ما تجوع نمان توت في ميزان حسنات ما الله يلا مخلصين لله إلى وما وخلاص وخالصين الدين يدعوة يا برشاد يكون عمل فلك ما أنو جدك أن يقرر كلا يا هدف كلا أنا مكوة دلين. درسنا نجا ما أنت وا درسي شراد وي أما عشر كي شراد وي أما درسي شراد ويان يعني. كتاب كان نجا صفة صلاة النبي باب وكب الله ولا يحويان يعني. باب ركنية الفاتحة. فاتحة ركن لماذا يدعو من أركان الصلاة تير أو تيرك الصلاة كمدة إلى تاي باب كي لقى قال هي الدلائش كسو عرورتي ويان يا برشدينا وعو عنتمي وحارو عنتمي يا وفضائلها فاتحة فضل جيدا يا كرامة يا شرف تينا دلائش كسو عرورتي ماشي لقى برنا هي أو لقى قال هي ويان وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يعظمك وينيا من شأن هذه الصورة صورة نريدها صورة الفاتحة أما أم القرآن أما فاتحة الكتاب أما صورة الحمد ما يبقى ملان انت هو لينا قرآنك وصورة القرآن هو الرئيسه وقرآنك أكب الله سورة دلوات وسورة البقرة فاتحة كوة سنة دلات نتبع لوير أم القرآن قرآنك أعطم مهوية أتاي معاني دا قرآنك لغا هيلا أعطم أيا لغا هيلا هيا وانا الرغن صلاة حق يدا مركين لغي مانا وح صلاة نو أخر يا قرآن أو فرل أو رغن أهل أنتين صلاة وين عن سحينين أيضا كجرته وانا آية مارتين سورة الشفاوية اه قفكي حروسنه والو تفايا والو عينادين يا والو أخرنا يا وحديثها وسعين الخضر أوريي ايان كسار وري لنك يبغر كاها وانت أسوى مرتين أبو سعيد عيدا وكجري وأصحاب وصوت دوي واي مرتين كلي واي إذا أي أو باي أبين يكون بري يكون سياح دين غير الدولات كونه دلجيس كونه باهن لصوت دوي واي إذا أبين إلا قنيني نيك يبغر كاي ودي كاي غير كوني وا غير كم مرتين كلي هذا ودي إني مرتين كلي أنا أصحاب إذا أبين إلا قنيني واحد كسال مفيري ومداوانة بالك يا قنيني واهن قرلي لا ما كنت بقول الله على إيران ولا يري وحب وكوع في ما دواي سكراني ولنا لو يمين عيلة عنا يا داود يسمع قاعد كان لكن سمع حال باهي يا وحي ما نقول دشنا ونقول برينهن هم كون برينني وعيلة أجرنا سيسان صد النف وعلى صد القف على قف كيما النف عيال السيئ وحي قب سنين لو وقفنا في است يا الله أقول علي فاتعد وكو أخري وحكنا وكو ما أخرين إذا مركي وحاد موتني على مودا إلهي
waran ku taagnaa in laga siibay. Waxaad kula soo heshiiseen siiya weyn mar. Halkaasaa laga qaatay inay suuratu shifaa ay tahay. Nabigu lama soconin way u sheegeen. Sayidkooga hadduu yidhi in wax lagu daaweeyo qaybta anigana igu dara buu yidhi. Xisaab xoolaha aad qaybsanaysaan aad ku soo qaadateen. Salaad oo lagu tukado qofka jiran oo lagu tufo oo lagu daaweeya suuratu faatixa. Wax kale oo loo adeegsanayo walaa qof intaana loo akhrinaynin, walaa wax faatixa muraal la yidhaah, walaa sameyn xinaysaa dadka qaarkood ay yidhaahdaan xaal marin iyo faatixa u qaado, faatixada ku marinaa. Wax faatixada ka weyn ma jiraan. Qofka xaqiisii iyo xuquuqdiisii iyo dhiiggiisii wixiisi oo dhan lagu duusiyo, waxaas wax jira ma, waa wax caada oo quraafi oo meel laga keenay iyo meel ee salku aysan ina jirin. faatixada waa shifo iyo salaad oo lagu tukado. wakaana wuxuu ahaa nabigu sal alla wasalam yucadimu, kii weyneeya aada u qadariyo min shaani hadihi suurat, suuratan ayada shaanigeeda. oo fakaana wuxuu ahaa suubanu sala allahu calayhi wasalam yaquulu, kii yidhaahdo laa salaata bataatan, wax salaad oo asixiiso oo la aqbalihayo oo shaqaynaysa ma jirto. liman, qof laa yaqra'u, aanan aqrinin fiihaa salaadnaas dhaxdeeda, aanan ku aqrinin bifaatixati alkitaab, faatixatu alkitaab, kitaabka furihiisa bilowgiisa suuraddii ahayd, aanan ku aqrinin wax salaad oo u jirta mar. waa jirtaa, waanu gaari doonaa qofki asoo oo salaada tukaday faatixa la-aan, asagoona faatixada akhrinin laga aqbanahayo oo wakiil laga noqonahayo, ayaanu gaari doonaa, waanu arki doonaa meeshaan kaga hadlaynaa insha allah. laa yaqra'u, ma akhriya fiihaa, laa yaqra'u, uuna akhrinin liman, qof laa salaada, salaad uma jirto oo laga gudoomay, laga aqbalay, laga fawaab, laga aqbalay oo ka ansaxni. liman, qof laa yaqra'u, aanan akhrinin fiihaa salaad dhacayada ah bifaatixati alkitaab, iyo fasaacido iyo wixii dheeraad oo ziyaado oo kasii badan. faatixatu alkitaab iyo dheeraad, qofkaana la imaanin. dheeraadkaa waa iska ta'kiide, waa faatixatun yaa rugni, aayadaha kale iyo quraanka kale rugni ma aha, waa iska sunni iyo caadi. adoo yaqaan baa faatixada kaliya isaga gaabsan kartaa oo ka tagi kartaa salaadna majaari ahaata ama sirriya ahaata ama imaam ahaa ama mufrad kaniga qof kanigi tukanayaa ama qof imaam ama qof dad kale tukanay. iyo fasaacido baa leedahay wixii ka badan faatixa iyo wixii ziyaada ka qofkaa la imaani. wa fii lafdi, lafdi kale wuxuu ahaa laa tajzi uma asixiisa, ma gudmays salaatun salaad. laa yaqra'u rajulu, nin uuna akhrinayni, laa yaqra'u, uuna akhrinayni arrajulu, ninku fiiha salaad dhacayada bifaatixati alkitaab, tii hore waxay laa salaadna liman laa yaqra'u, laa yaqra'u tanna waxa weeye laa tajzi'u, ma gudmayso, ma ansixayso salaatun salaad. laa yaqra'u, uusan akhrinin arrajulu, ninku fiihaa salaadna bifaatixati alkitaab, uuna ku akhrinin wax salaad oo ka gudmi male. xadiidka horena waxa weeye bukhaari iyo muslim baa soo saaray, kalabaadna daaraaqudni uuna saxiix yahay iyo wana xaqbaan fii saxiixi. saas weeyaan. wa taaratan, mara tooka kalena mar kaleetana yaquulu, wuxuu leeyahay rasuul sala allahu calayhi wasalam, man sallaa, qofkii tukada salaatan salaad
فرض يصلى وحين نطلع صلاة لهم لم يقرأوا ذا أخر فيها صلاة ناس وتكره بفاتعة كتاب فاتعة كتاب ونكو أخر فهي خداع وصلاة تكرا أولا لكرا لحق دوسي لأفضوبي لم يجحابي أما خداع وامد أن لم يسترنين أن تام إهن أن لم يسترنين أو ناقص لا نسقامي لا نكري لا أفضوي لم يجحابي من صلى قفكيتو كذا صلاة صلاة لم يقرأ أوسى أخر فيها صلاة ناس بفاتعة الكتاب فهي صلاة ناس خداع وامد نكرا أو لا نكري أو ما تمل لو لا تعي أو نسخة لو كاني لا أفضوي هي خداع هي خداع ستح جير وكوع العنية ومن ناقص أو القميس غير تام التام إهن غير تام التام إهن وتأكيد ويان وصلاة جرتوي وان جرتماي وان هنان ناقص ناقص اتنين ليرا مركة لبا اللوك لقاد غفكي هتني اقوان درني فاتحاني وحفي سنين وسنقنانين وغف اسلاني من يكون عصم وياي اما ولي وما العمد يدوكسي وحبا اللقين وصلاة ما لتوكدا وما قلعه وينا صلاة ما توكنا اياه وصور آياني يا صورة اما دعوين يا وحبو ايو بواس ملاك بواسني فاتحني لكن هما اخرين صلاتنا وناقص ويان مركز ما دام فاتحني مش كما قلت هاي ويا صحتني لكن ثواب مدن اجر فرق مدن فائده فرق مدن كما هي لاي وناقص ثواب كي اجر كذا نصاب ما كنت حدين لكن قفكي او يقارسي او قرانا يكس او غتاني جيبين جيدا ومجفتا ويوحكا عن صحيما لولا سألوك لا قال هيا هي غدا وهي غير تام على تامهن أنا ما يسرني حديث كان مسلم أو حواني أسوى صاري وصحيحوي ويقول وحول يسوبر صلى الله عليه وسلم قال الله إلهي وحول تبارك وتعالى تبارك خير كيس بنيه وتعالى صفات كيسي أفعال شيسي أسماء سئل تبكر هذين أما قال الله إلهي وحوله تبارك أكر هاي وتعالى سيكر ري قسمت وان قيب شيء وان قيبي الصلاة صلاتي بيني وبين عبدي صلاة وحارو قيبي أكل بري أني أدونكي أيار قيب شيء نصفين لو النصف قيبي فنصفها صلاة بركة نصف لي أني الله أو إيسو نالي واحد يسوق سويا ونصفها نصف كلا هافك كلا بركة كلا لعبدي أدوم يا إسكال أدوم يا إسكال ولعبدي أدوم كي ما سأل وحالا وحو إن ويديسته وحالا وحو إن ورصده إقاع أصده أيو ليه وحالا وحو إن ويديسته أيو بدل إيسا يا ثواب إيسا هدو إسكو يرى يرى أسيقا ويا هدو بصدر أسيقا ويا هدو خلدان أسيقا ويا هدو صحر أسيقا ويا وانس وها نسكين صلاة نايلة نسكي كلا نس أراقات نس أراقات نسكي كلا لعبد الدوق إيك أسكنا ولعبد الدوق إيك وحاوسونا ما سأل وحو إيقا عصد هدي هو خير عيات هاي وهو ولا قلع ولا قلع كو أدوية هاي كو آخر هاي يلا ولا هاي يا واسين هاي هدو وحيقا ما ينقرين
إذا وحكا كوني أو كان نجيني أو كان بدباني أنا وان كان بدباني هيا وان كان نجيني هيا وان كان دفاع هيا وان كان ويعين هيا ولعبدي أدوك إيك وما سأل وحوري والسلاء أيو لي حاقو لي هي أدو واحد دمي إيه واحد شركياني واحد قرابي إيه واحد رانك إيه إيه ولي ويدي سنين واحد معسيين إلا هو حاجة عصر إلا شركة كلها وناجية إلا هو حاجة عصر إلا قرابة إيه رحيم إيه قويه إلا هو حاجة وحا سمية وحاران ومحسيو ودم تا إلا هي كما يين هي كما أقبال هي أما إلا صوبة بي أنكو دولة كان سمية وقال وحاسون إلا هي كما أقبال هي كما أقبال هي وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري اقرأوا أخرية أخرية يقول العبد أدوك وحولي الحمد لله رب العالمين الحمد مهد قديما وحادثا لله إله بس قال عليه رب العالمين أونك رب جيس مخلوق رب جيس عالم واحد ما سوى الله وحي إلهك صهرك وطبع عالم ليرة ما سوى الله يا ما حد اسكن يقول الله تعالى إلهي وحو على يمر وأدوك ساترا حمدني ويقو حمدي حمدي أدوك ويقو حمدي ما هات مو عين يا دمبال قوي اي صدري ايو اي سو عيني حمدني ويقو حمدي ويقو شكري عبدي أدوك نسكي أولها في أمور سوية وألها الرحمن الرحيم الرحمن أني الرحمن أها إن حريص قول إيه الدنيا له إيه واسع بلارا إيه عامك مشرك إيه مؤمن مسلم يا مشرك قال يا كاف قال يا محاق وراي يا مؤمن مؤمن يا مرافق مشرك يا مسلم عاصي يا مطيع انت ومالكي قلنا حريصا هيا اولا نحريصتي علي الرحيم نحريصتي سجار هذا يا خاص كان يا اخرنا المسلمين يا مؤمنين يا مطيعين كغاريالي مشركين يا منافقين يا غاردنا كهوجي او كقديي الله سامع اسكاري وان وقلبت الهي با ولي كنت احجر الله نسكي الهي اولها ادون عمر قسايرا يقول الله الهي وحورنيا اطلع او اماني وكو العنيه علي يرد الشيء عبدي أدوك وأمام ومالتني أيو يقول سوء العني ويأماني هيا أما أصلا وأماني علي يرد الشيء وفاني وأماني عبدي أدوك وأماني يقول العبد أدوك وأتنا وحوليه مرصد نحاد مالك يوم الدين مالك يوم الدين ما أنتس أمال مرنت نسوا أمال جديد أنه ما مول هي بقر كذا كنت تصرف هي إن لما مول سيحد أو كلت شن هي يحدك ولد سئ نجرين إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشر قفك وناني خير الدنيا عمل صالح لي ما لنا خير يا ولاك يسوي وصاش قيستي ayaa loogu abaalgudi hayaa kii shan iyo macsiin iyo xumaan adduunyada ka shaqayn jirayn xumaantii iyo wixii ayaa loogu abaalgudi hayaa
هني ملكين ها ما منهن ها يقول الله تعالى إلى يحني مجدني أوي أماني أوي ويني أوي قدري أوي شرفي عبدي أدون أوي أماني أوي ويني أوي تعظيمي يقول عبد أدون أدنى وحني إياك إلهي وأدغان عد كلام ماهي لعبد إيانو عابدين عد كلام أن عابدين وأوينين وأبركيسلين وأتعظيمين أو أسامين أن كام القادرين مجرته إياك أدوم بأن نعبدك وعابدين وإله نوع وإياك أدوم بأن نستعين قرقان يا كالمو يا عاون ما إلا وانا كوي ديسان ينا عيد كانو حتى كالمو أباهاني قرقان أباهاني ولا أولي ولا رسول ولا أنبياء ولا أول ولا وين العيد أن أديك إيه ولا جن ولا ملك مجرد عيد أن كالمو وي ديسان ينا أما أن عابد ينا أما قرقان يا كالمو أنك عصري إنه أنك علمي سري إنه أديك إهن ها مجرد قال الله وحورنا فهذه تن بيني إيه وبين عبدي أني أدون كيك نغت نحيسا واني عبدي أدون كيك وحا أسونا ما سأنا وحوري ورصني إيه ويديسي يقول العبد أدانك وحولي اهدنا وهذه أدوما خاصوين اهدنا إله ونهنوني ها إياك نعبد علو حلي بيني وبين عبدي وحوي كلمة إلهي قاصدنا وإياك نستعين تانا أدانك أراه oo u baahan kaalmada ta cibaadada ilaahay gaar u tahay ta kaalmadana waa wax adoonka ku socota weeyaan oo faa'iideedeedi iyo benefitkeeda adoonku uu helayaa iyaaka nacbudu ilaahay meel gaar u tahay wa iyaaka nasta'iinu adoonk yaalleye wa hal ayo saa u kala qayb samays alla uu leeyahay haadi bayni كلمة بيني وبين عبدي أي وقايا سمتنا إنوك الأبرانت وأنا عبدي أدونك لك وما سأل وإياك نستعين ويان أنا كان ميا قرقار كاعصانينا كويدي سنين قد كلمة ويدي سنين أدونك لك يا وسنان يقول عبد وحونا إهدنا إلى يوتنا أدو مها ينهي نوافجنا هليشي نوهنوني نوتوز الصراط ودني وتوحيد سحنا هاي كتاب يا سنة رسول طريق رسول ويا إلهي وراني كاها اهدنا إلهي ونقوها نوني نوافج نقر الصراط نقبه جدك ودني المستقيم توصنا توصنا نبنا قلق الله إيا قلت إيا بور إيا منا آرانهن توصنا نبنا كوهاجي هاي وكتاب كيا سنة إلهي ودستور وإلهي والنوس أو دجي شرايع نوية ودنا نشيغ أيو وإن هذا صراط مستقيم فاتبعوه إلى أولي وشرع علي سويا إلى أن كنت قد نوع الراع نوه مرك وراء الرمين نوه هذا ما أردني أن كنت قد نوه شرع عن وحي مقعي شرف وحقي إلى ليسا أقول لكم بدباني وكنت قد كارمين ناس ما هاي قرن غير رمين هاي مركا رميسك بعد اتباع وإلى الله إماتنا للراعة لبراتسك ليا لغوط أقمة هذه قالوا حجية وحبا يكونوا قلسة وألوها لا يسمى وألوها هي واتماتنا عالم الإسلام يستوي قلنا قم لأنت
يهدينا إلهي ونوه هنون وأنا وافج أسرات نجدك المستقيم أي توصنا جدك أسواك سراط الذين كوي طريق قادي جدك قادي إلهي ونوه هنوني أنعمت أذوب برواقيس أذوب نمعيس عليهم تشوت وير المغضوب عليهم كوي أدباديس دريق قال دريق غير المغضوب عليهم كوي أدو عروت أدو حناق أدو نرفت أدو حناق وعروت دريق قال دريق الأهن نوا وسانحين نيا لم يعشي يا شهدني كوا ويا كوا لون معي ولا دريق قال نمر صراط الذين كوي ودادوا الإله نوافج ونوهنوني نمر نوها جاج أنعمت أضب برواق يسي أضر نمعيسي أضر راحيسي عليهم دشونه وير المغضوب عليهم كوي أرو عروت وعرانا أدو إيه كدكت نعد الله وعرانينا وحويان هوي كيدي يا مكان كيدي يا آياتين كيدي يا أرانكوت كيدي واجهنم يا عذابوي غير المغضوب عليهم هو يادو عروتني هو عن اهين يادو نمعيس هو يادو نمعيس ودادو نوان عن اهين هو يادو عروتني عن اهين ويهود ما لين قواس وانا مغضوب عليهم يهود ما يكون عيسى ولا الضالين هو ياد بادي ياسي او بادي يومي علم الان اقوان درق الدنيا او تغري فضي أنا يا أبو سرين أنا يا أبو أقوم بدل أنا يا أبو هر مرسل إننا يا أقوم بدل أنا يا هر رئيس مال يري وحبان حكومينا وحبان مامونينا وحبان شرعيانينا شرعي والينا لهم أيوة الضلال أو بادي وحبوين سنة مال إلا هو أيضا إلهي وجد كودة هنا مرسيني هو يادو عروت أيوة علم لوا يهود كل إحد حقي يا علمي هو عمل فني واي وضلوا لنا إلهي ونقوع الله بلابا وانا وحوري قال لي فهؤلاء انت الدنبو اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخرها مريلا يا سؤاشاس لعبدي أدون كيك يا أسونات أدون كيك يا الله وانا يان يا أدون تي وين ولي جيران أدون أتنين شيء أدون أتنين وين وين نساء ولعبدي أدون كيك وحو لي ما سأل وحو إيقا عصاني وي ديستي أيو بدل كيسة لي ياي وعصينا يا ديار الله هاي وكان وحو أهنان صلى الله عليه وسلم يقول كيرا ما أنزل الله إلهي مسعود جن عز وجل عزا غالب نقيه وعك سبق كسر ريه وكا غالب نقيه كأود بالنايه وجل وينايه في التوراة التوراة كما سودة جني كتاب كتوراة نبي موسى ولا في الإنجيل إنجيل كي نبي عيسى كما سودة جني وعود نقمم مثل أم القرآن أم القرآن قرآن كهو يديس جريد ديس أساس كيس وفاتحة دي وحل منه لحكمة الله بلاقة أطلق مه وحي ثوراة يا إنجيل كقرنا نمات طلتني مال نسكو كينا لغم هيري هاي أمت إقمان أمت قلمان أم القرآن وفاتحة حكمة يا بلاقة يا معانين يا حكمة كجر ما لغا هيري هاي ما أنزل الله إلهي مسوت الجن عز قال من قوي وجل ويناي في التوراة التوراة كما سود الجن ولا في الإنجيل إنجيل ما أنزل إلهي وحو سود الجن مثل أم القرآن وحو سود الجن أم القرآن وهي أيضا السمع المثاني وأتوضواني لسوع العلن هي وهي أيضا السمع وهي أيضا السمع آيات وتطوني آيات المثاني
lagu soo laba celin jiray, lagu labeyn jiray, lagu mataameyn jiray, lagu mataameynayay, mataa looga dhigi jiray mataamo suuradaha kale. Maxaa yeelay amaa kaliyeen amaa yaa rakacadna lagu akrinayaa amaa ayadi iyo suurad kale ilaa kaliya lagu akriya lagu tukada salaada dhan amaa rakcad haddii laakiin qur-aan kale amaa aayado kale amaa suurado kale la keenahayo haddana waa inay ayadu laba ku noqotaa oo lagu mataaneeya suuratu faatixa um alquraan saasaa mathaani loo yiri wahiy ayadu a sabcu laayaatni waa toddoba aayadood ee ka kooban suuratu faatixa oo bisinku ku jiro saa daraadeedaa bisinka bataata ma looga tagi kareenin waa la sirreysanayaa mooyaan hoos baa loo akrinayaa mooyaan maxaa yeele waa aayad oo toddobada aayadood ee faatixada ka mid umulqur-aan ka mid almathaani ee lagu mataaneynhayay lagu labeenhayay waxaa qur-aanka maaratay lagu tukanay alla waa kan uu leeyay walaqad aataynaaka sabca min almathaani walqur-aan alcadiim walaqad wallaahi aataynaaka waan ku siinuyna eebbe alle sabcan aayad oo maaratay suurad oo toddoba aayadood ka kooban aayad toddoba aayad ee suurad toddoba aayadood ka kooban oo min almathaani tii lagu labeenayay rakacad suurad markii lagu akriya maa aayada ayada lagu labeenayay iyo walqur-aan alcadiimna waa isna ayadi qur-aanka weynna ayadu baa lagu wadaa ree mufasiriinta qaarkood mareen ama ayadi iyo qur-aankii weynaa oo kale intaa waa la yidhi mufasiriinta qaarkoodna waxay yidhi ayadi iyo qur-aankii weynaa oo kale ama sabcu almathaani iyo walqur-aan alcadiim qur-aanka weynna waa uu ayada weeyaan wahiy ayadu waa leedahay umulqur-aan qur-aanka hooyadiisa jiriddiisa as-aaskiisu asabcu laayaati toddobadii aayadood almathaani waa leedahay fi ragca amaa fi salaad maalintii qofkii musalli oo muslima toddobiyo toban jeer buu maalin kasta akrin ugu yaraan toddobiyo toban jeer waa hadduu sunnooyin iyo yacni ee afar iyo labaatan saac godahooda toddoba iyo toban jeer buu akrinayaa waa hadduuna raatib iyo waxaa uuna tukanin oo maarata shanta sanaadood oo faralku uu ku ekaado oo wax raatib iyo wax sunaa uuna tukanin weeyaan markii toddoba iyo toban jeer buu qof kasta akrina leeyahay maalintii faatixad ilaa shanta sanaadood waa toddoba iyo toban rakacadood weeyaan iyay ka kooban yihiin toddoba iyo toban rakacadood ayay shanta salaadood ka kooban yihiin marka afar iyo labaatan saca gudahooda qof kasta oo musalli oo muslim ah toddoba iyo toban jeer ayuu akrinayaa maalin kasta yowm walleyna haddii sunnooyin iyo uu ka darade waxay noqonayaa in laa soo dameeya soddon jeer inuu akriyo maalintii faatixada amaa ka badan iyo walqur-aan alcadiim qur-aankii weyna alladii kaaso uutiituhu ay siiyey addoonkay amaa uutiituhu ay siiyey rasuulkii asoodiri damiirka rasuulkana waad u celin kartaa addoonkana waad u celin kartaa iyo walqur-aana qur-aankii ayay ka mid tahay baa leeday weeyaan qur-aankii alcadiimi ee weyna macaanideeda iyo baraaqadeeda iyo xikmada ku jir alladii qur-aan oo uutiitu a siiyey ayay ka mid tahay ayay ka mid tahay xadiiska nisaa iyo xaakim yaa soo saaray wasaxaahu wuuna saxiix yahay waafaqahu dahabina uu ku waafaqay wa amara uu amray rasuul sal alayhi wasalam almusii'i salaatihi ninkii salaadiisii qaab daraysiiyey foolxumaysiiyey foolxumada uu keenay qaabdarada markuu salaadna barihaya asaguna uu iimanya rasuul allah intaa ka badan si ka bedelan oo ka duwan uma tukan aqoonie
umat tukal aqane ibar adiga taru tukalaha ibar aw rasul salat la barahay wuxuu amray wa amara u amray rasul sallallahu alayhi wasallam al musi salati ni salati safal humayay qab daraysiye ay qaraayru akhri biha ام القران فاتحه الكتاب في صلاه صلاه تسئلوا واقريه ايو فرق بيرو فاتحه الكتاب ايو فرق اي قرائن واقريه بها فاتحني في صلاه نين واقريه فرق وامر رسول صلى الله عليه وسلم حديث قال البخاري بعد سواء صاري وقال وحي الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطيع وفكا أن أولين أنكرين حفظها حفظ الفاتحة فاتحة لإنه حفظيه ودوشك حفظيه وفكا أن أولين وأنكرين أما وقت أن أهلين وفاتحة لكو حفظي وإسلام مدى وكو عصبي هاي أما مدى علم الجوغين وأحبره وأحلى يبرته أيو كن نورا صلاة نينة ويكو واجب نواقف أو قانقار أو بالق أو عاقبة وعذر دار وكرمنا إيه نجرين وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن قف لم يستطيع أن أود لم يستطيع أن أود حفظ الفاتحة فاتحة إنه حفظي وعوين قل وحات راوين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله إلهي ما نزه أوفا ونسقان يا عيب يا قليل كنزه كوفا كف كتر والحمد لله الله إله ما أسكنه أمان وطن ولا إله إلا حق عابد في موجود معنا في الكون كونكر ولا قل ولا عر إلا الله ألا مويان عد إله عبادة متاسة مجرون الله إهل وحق عابدة وحق درئية قر درئية إذا بدر وحونا لهين وحو استاهد نسي أجرة لكن وحق عابدة وأن الله إهل مجر ولا إله إلا حق عابدة موجود مجر إلا الله ألا مويان والله إلهي ما أكبر وين وحك السمك وين ولا حول حيرة يا مارين يا طب لا مسوناني ولا قوة أول إلا بالله بمعونة الله إلهي كان مدي سمويا يا تاجي رجس إلى أقوى اللهم وحكم مارين سلام أما وحكم قبصا لا مسوناني حديث قال أبو داود يا ابن خزيمة يا حاكم يا الطبراني يا ابن حبان وصحاه وهو حاكم وصحيح يعني وقال وحينا نقول للمسيء صلاتي نقي صلاتي سقاب درسي فالحمد أبيس يا قاب درنا كلك عي فإن كان هدوية معك مع القرآن والقرآن هذا هو قرار التقانين فقرأ به أحد كتك صلاة فإن كان الدنيا معك لجركاية قرآن وح قرآن فقرأ به أحد وإلا أتنا وح قرآن أنا تكسي نوع الكرنين فأحمد الله إلهي كحن
وكبره تكبير سو وهلله توحي سو. فالحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ساسو كذا إلهي حمد إلهي وينه أو إلهي توحيس. هذا القرآن أذكرنين تاسا فاتحة باس كان كوغل إنت فاتحة أذكر حفظين سو أذكر برانيس كان كنت كون كوين صلاة الله وهللو توحيس إلهي حمد أو وينه أو تكبير سو أو تهلل لا إما توحيس وصلا كتكم حديث كان أبي داود يترمذي يا صوصار وحسنه وسنوزن إسر صحيح وي حيو أبي داود. نسخ الفاتح نسخ القراءة نسخ القراءة أغرسك أولا نسخي أولا قتكي نسخ القراءة أغرسك أولا نافي لقتكي وراء الإمام وعلى الإمام القناشيس في الجهرية الصلاة يكر له أقرأ قراءات كير أقرس كير صلى الله قادها فاتحني الليل أيضا الله أنت صلاة ما قد ميز صلاة ما أسحيز صلاة لقاء أقبني ما هي صلاة جكتماني أورونا من أركان صلاة وألقوني أين أول إسكت نافقف كي صلاة نتكري وإسكت نافق. حديث كي هذا مرق ولا لا تجزء صلاة لما لم يقرأ الفاتحة وأم القرآن إيه كان خصيصة وعموم لما لا يعام لما لا كسارة هي نسق قرآن القرآن ولا نسقي ولا قتني أقرس كاني فاتحة ولا عن إمام إمام الجلاشي سقف كي كنت كريه في الجهرية إمام كي صلاة اللجة أقرس كاللجة هي سنة صلاة الصبح يا صلاة العشاء يا صلاة المغرب ولا ركع ولا عشاء وغورس يا ولا مغرب وغورس يا ولا الصبح لحد ركع دون ويا وحل للجهري وفي مركة إمام كنت ما تكلم وإمام كنت ما حيران وإمام لا تكلم صلاة لنا صلاة جهرية ايتاي ركع هذا أقول للجهرية قرآن كون أقول للجهرية مركو أخرين هاي هذه واد أمس إيسا واد نجيسا إيسا فاتحاني ما أخرين إيسا واد نجيسا إيسا إلا جعل الإمام ليتم به ونمو الإمام وحالو سمعين لقد يده للراعو لا نجيس وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا يوكلوا لي ولا تمكن لا قريه تجلس أو تقرأ رعية شفتها هل نحسننا هل لنا وحا أخرننا حتى نقاطنا قد بيجين مال كان يونا آلم تجلس بيجين مال كان يونا آلم قد بيجين لا حد كنا حتى تجلس قرأك الله أخرنين أما صلاة الوجر أما صلاة نكبح صلاة مالك سيكسر لكال إنسان ما جعل الرجل من قلبين ويهلق في إلهي إلا وقلبي إلا عن قراءات كما كرسعنا إياه إمام كوح وآخرين إياه إياه كن راحيساً أول نجيساً إياه أدو خلطنا واساحة إياه سيد كن نهيساً أنه لنعطى وحكا آخرين إياه لسكو مدنا حوالي كار مدبا ماشك بحي روشي هدو مدو ماشك بحي فاتحة الأخرين إياه ماشك بحي إمام قراءات كيسة نجيسو هذه جوج أسايا كاقاد هي وكا حمبار هي في الجهرية لكن مركي لولا أتحياتك كوبا لأيك على ولا ركعة دوت وسرية عشية يا ركعة ركعة مغرب يا قدام بيس إلى إمام وهوس هو أخرين يا أدينا مركة وان أخر سنة يا ساي إلا وحكم قشيلو حتى يجي سنة يسمعها هوس بوحي سوى أخرين يا لكن ركعات كوبوري أو لا جهرين وإلى الآن مستعود لغي ستا هدو وخلطنا
aad saxdin adigoo aad dhegaysato aad ku raaxaysan oo macaanida iyo aad ku raaxaysan. wakaana wuxuu aha nabigu sal allahu alayhi wasalam qad ajaaza, kii u ogolaaday, u fasaxay, u baneeyey lilmu'tamiina, kuwa ma'muumiin mu'tamiina, kuwa mu'tamiinta muqtadiinta ee mu'tamiinta ee ma'muumiinta ee imaamka ku daba xiran waxaa loo baneeyey, loo fasaxay, loo rusqay an yaqra'uu inay akhriyaan biha faatixadi fii salaat biha faatixadi waraa alimaami imaamka gadaashiis ila faatixada ku aqriyaan baa loo baneeyey fii salaati jahriyati salaati jahriga ee oo kor loo akhrinaya oo imaamku kor u akhrinaya inay gadaashiisa faatixada ee ku aqriyaan dibtiisa ayaa loo ogolaaday oo loo fasxay loo rusqay xaysu kaana waqti xaysu waqti kaana uu ahaa amaa kaana uu yahay imaamku nabiga xaysu waqti kaana uu ahaa rasuul sal allahu alayhi wasalam fii salaati fajri salaadna fajar faqaraa uu akhriyay qur-aankii uu akhriyay maa faatixadii uu akhriyay fasaqulan caleyhi waxaa ku adkaatay ku cuslaadnay عليه على النبي النبي القناة القرآن قال النبي صلاة فجر وتكله وكون قد جري وقرآن وأخرين يفاتحني أما قرآن كذا فتقول عليه وحاكو عصلات أو نقاجواي خوات كان عليه صوبنا صلى الله عليه وسلم القناة القرآن أغرسك فلما فرق مركو بغي وقرآن ونمي أغرسك markuu ka bogay oo uu dhammeeyey qaala wuxuu yihi rasuulku lacallakum waxaad mudantiin waxaa laga yaabaa idinka yaabaa aad mudantiin taqra'uuna inaad akhrinaysaan khalfa imaamikum imaamkiina dibtiisa gadaashiisa imaamkiina markaad daba taagan tihiin oo aad ku daba safan tihiin waxaa laga yaabaa waad mudantihiin inaad wax akhrisaan qulnaa waxaan ihi nacam haa hadan yaa rasuulullaahi hadan si deg deg ah annagoo boobsiinayna oo ka gaarsiinay imaam intuuna amaa bilaabin amaa uuna dhammaynin boobsiiya oo idinku qur-aankiina dedejiya annaga oo leh hadan ay musrican annagoo dedejinayna hadan annagoo boobsiinaynoo dedejinayna yaanu akhrinaa haa yaa rasuul rasuul allow qaala rasuulku wuxuu sal alay wasalam laa tafcalu ha sameynina ha yeenina ha sameynina ha akhrinina ilaa yaqraa axadukum midkiin inuu akhrinaya mooyaan بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب من وآخر ما يمر وحكى يا الله آخر لي وحكى إمام الكلاش يسعد كو آخر لي نجري فاتحة الكتاب مويان فإنه محايين لا صلاة صلاة أمجرت لمن قف لم يقرأ آلا آخر لي بها فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب أما أم القرآن قف كان أخرني سلاني أمجرت سلو لين الله قال قد موحيني نسق القراءة قرآني أولا قد تي أخر سكي أولا نسقي واجي هرقو جري وألا أخر جري إمام يا مأموم فاتحة يا قف كس إمام كنا فاتحة يا سورة يا آية وحلو دارو أخرنا يا قف كنت واتوكنا فاتحة مقمونا ما يا سورة يا آية وحلو دارو أسماء أخرنا يا وألا ولا أخرنا يا انتو امام اخرين انت انا كانت نعم ابو من نور اخرين جرين تي اولا نسقي نسقى وحوية وراء الامام امام قناجي سنة جوجي في الجارية صلاة الجهرية مفسرين نقار ما وحين انا افسرتين انا اتهي
آيدي يا سورة دي كان إما فاتحة بمي وانقود وآخرين كلام لين سات لقيتنا كنا مارتني لا يفعل ذي سنة إيه كنت سيس لكن وجد لا يوم فاتحة للجوج وكان وحنا وصل على وصل قد أجهز كي بني للمؤتمين مأمومين هي أوفى صحيح وقال هذا أي يقرأ وإلى آخر يا بها قرأنا أما فاتحة أما بها قرأنا ولا الإمام إمام قدبتي سيكون آخرين أيام في صلاة الجهرية صلاة الجهرية القرآن كيلا للجهرية حيث وقت قر حل إمن كان الله صلى الله عليه وسلم نبيه في صلاة الفجر صلاة الصبح وذلك تجينا إمام وياي فقرأه أخري أخري سكيبه بالله فتقول الله حاكو عصلاة كو أتكات عليه سوء براء القرآن أخري سكي وهو أخري فلما فرق من أكبر وصلاة لك سلام رصيك سوجيس قال النبي وحيري لعلكم وحال مندين وحال استعيشان وحال غياما وأن مندين تقرؤون إلى الأخرى الإنسان خلف إمامك وإمامك إنك لا شيء سدبتيس أروح كون أخرى الإنسان بعد فاتح المكة الأخرى الإنسان بعد قل الله وحالنا نعم ها هذا سعود دقدقة أيان وكو أقلنا يا رسول رسول الله أنا أبو بسينين أو مسرع قال النبي وحينا لا تفعلوها سمينين إلا أن يقرأ أحدكم متكينين وآخرين يمويان بفاتحة الكتاب وحفاتحة الكتاب نفس يا الله أخرين إمام كدايش سيا الله أخرين فإنه محايا وفاتحة الكتاب لو أخرين يقف كسي إمام يا مأموم يمت كان يتكن يمت إمام كتب تكن يا إمام كتب لا صلاة صلاة ومجلس لمن لم يقرأ قف كان أخرين بها فاتحنا حديث كان البخاري وصوصان ثم نهاهم نبي وكنهي وكجوجي عن القراءة والين أخرسك مركاك بعد كلها ولا فاتحة ولا سورة ولا آية وفك إمام وكنت وتكنهي كل والي قولي جوجي ومأموم إنه وحبا أخرين صلاة الجهرية ركعات لغو جهرية أي جهرية إنتو إمام وكجرو إلى قلاش وحبا لغو أخرين ثم نهاه النبي وكان صلى الله عليه وسلم وكجوج وكان ممنوعي عن القراءة أخرس كلها أخرس أوطن في الجهرية صلاة الجهرية وذلك أرنكاس حين وقتي ويا حين ما وقتي وي أيوط أي أمركاس وذلك النهي كاس حين ما وقتي ويوط أي يمك إذ سلف وسوجيستي من صلاة صلاة وكسو جنس جهر صلاة ناسو جهر وجهر كر وقال هاي فيها صلاة بالقراءة أخرس وكسو جنس أيو أمي أرن كاسو تعي وفي رواية أنها أيضا صلاة الصبح ما أهد صلاة صبح ما أهد وفقال النبي وحوه هل قراءة ما أخر يمعي معي منكم حالو إن من يا أحد القف آنفا قرقوين قرقوين مقف با جلاشي ندبتين ذلك إن يقول دوا تكنى أو يقول دوا فاشنا فيا مأمومين ما غف ما جلاش إن وحكو آخرين يقول نوي هل قراء ما آخرين معي لجرك يا جمال كان آخر أنواع آخرين هاي بدل ما يقول إن أنا وحكي آخرين أو إلى آخرين هاي سوقت أنا آخرين منكم حال وإن من يا أحد القف أنا فنقول نوي ما آخرين هاي فقال رجل ما وحنا نعم ها أنا أني ويا رسول رسول الله عيد كلا يتماعي أني ما ذاتك كلا ويا آم مصنعين أنا وقفك وح آخرين هاي وقلاش هذا وحكوا كوا آخرين هاي فقال رجل نما سوق مدو ذاتك ما مؤمن نعا كمينا نوي خدا واتوكاني نعم مهير أنا أني ويا رسول رسول الله أنا قلاش هذا وحكوا آخرين هاي فقال نوحي إني أنا وأقول وحاليه وعن إسلاي هاي وقلبي ينيت عن كلاي هاي ماني محاي أسيب محاي وطنع محاي هيستو ونازع محاي وطنع أي هيستو وإلى الدول هايو ومارتين قراءات كي محاي قصة هايو ودود إيا مشاركو محاي كريم إيا منازع وحبا إلى الدول هايو وإيا قصة هايو
وحاد اسناي محاك وقاس هايو وعدوك قبل لي نساء وما اخر سكين يوحي اوطن محيكا لازك نحيا عسيهين إني فقال من وحر إني أنا وأقول وحان إسلاي يعني مالي محاي أسيب محاي قلت أحي أنازع محاي إشارة كان هيا محاي أخرسك إلى وداك هيا محاي إلا ما هيا يقص هيا أيان إسلاي وحان كل الدول هيا وكواني ريه وكوقص هيا وكل ما هيا محوي هيا أيان إسلاي هيا إلي إنك أقلا شيء توحكو أخرين هيا وقرآن كي يقص هيا oo in gafisiinay oo aanu gafay qala abu reer la wuxuu fantaha naas dadkii way ka hareeray way joojiyeen ani qaraati akhris gabaale ma'ruf rasul ilaahi ma'is intu salaatna tujina ku jiro oo jahri ay tayn fiima jahri fi rasul ilaahi wuxuu la jahri salaatu salli bil qaraat wuxuu qaraat isi akhris kiisa uu la jahri oo kor u akhrinayo markii maal dha ka badi ولا جوجي ولا فاتحة وعلى أخرين يمجرد إلا ما جهري وقول أمانا هذا عشاء الليلة ولا ركع أمانا يهوري ولا جهري وما أمومن ولا فاتحة وحبا ما أخرين هيان نلوم ما أخرين جري هكذا لو مدقى ولا ركع أمانا وواصوا أخرين إلا ما مقلع أيون ما مقلع هيان قل آيات كيس إلا هاسبوا أخر يا حسنون ما مقلع هيان إيه مرقاس هي وحي اخرج يا اخرج يا فاتحه دي لكن ولا ركع ولا هو ولا جهري ويا كما تدك وي جوجيم وي كان استاغين ابو هريره قال ابو هريره وحنا فتح الناس دك وي كوان تومين وي كارين على القراءه اخرس مع رسول الله رسول الله الى تركيس اخر يا صلى الله عليه وسلم فيما جار في رسول الله رسول الله وحنا جهري وي جوجيم بالقراءه اخرس حين سمع عمر يا مغلي صلى الله عليه وسلم حين سمع عمر يا مغلي ذلك وركاس يا ارنتاس يا عوشاس من رسول الله يا مغلي صلى الله عليه وسلم وقرأوا يا اخر الليل فاتحني وحي كلام اصحابتم مامومينتم في انفسهم ان كان يا نفطون يا وخرين جرين سر سقر سونئا ويكونوا قالين فيما لا يجهر فيه الإمام وحول الإمام كل جهرين أما نال لها الإمام أما قفك لها أحاليه وحول الإمام كل أخرين يقول لجهرين وهو أخر سنة أيونا وي أخر سنة وحي رما فاتحة غير كيتنا لكن وحول الإمام كل جهرين وكل أخرين ودك ومقشين ويجوج يمعنا وحي كدمي ولا فاتحة ولا غير كيت ويستاجين فتح الناس قال ولين فتح الناس ذاتك وين كرب تومي وين كوان تومين أنا القراءة نبالي آخر سنة اللي ما لا قراء ما رسول رسول لجيرك صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول رسول إلى يوحي لجهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة آخر سكيس حين وقت جيب جوجي سمعوا أي مقلين ذلك وركاس اشتكى إيه إيه ملاس يا عبشانا من رسولي كما قال صلى الله عليه وسلم وقرأوا ويأخرين في أنفسي نفطه ويأخرين سر سقر سونيع فيما شيء قرآن لا يجهر ولا لجهرين فيه قرآن الإمام إمام ولا جهرين مرقتنا إياه ريبتي إلى رمانتي وإن مانا لأخرين مانتي فاتح الإمام قلاش صلاة وجهرية قرآن وجهرية وجعل أويري أما وجعل واليري الإنسات لقرار إنتني يا مصدانتني لقراءة الإمام إمام قراءة كيسا لو تقرار إيا الله آمصه وحالك مديري ولو شرعي لو سلطي لو أستامي من إتمام إئتمام به كنت يشهد من تمام إئتمام به من تمام اتمام كنت يا شلل تام لقو شلل كامل لقو شلل بي امامك المديده و امامك انسي صح الله مديده و الله راعي و الله وافقي وحالك مدياني انساتك نقرانا انت لو نقرانا ايو لتنقيستو
إنسان ما إلا ينا اسمع سمعي إيه إنسانك إنسانك يا قدرتين إنسانك وحوي نجاهنا ولا قد نجيسن قلبي أنا قشوعي يا الله صعك يا الله جرؤه وهدي إنسانك لكن اسمع وحول نقول كنا نجاه أوكلي ولا قد نجيس وقف وشيء جاي وآخرين أيه لكن إنسانك وحوي يان نجيه يا قلبي يا وحي أرطن إن لا صعده أتكلم صعدي يا إنسان لينا وها ألتر إنسانك وجعل والي الآن إنسانك ذكر على أنت لقراءة الإمام إمام القراءة في سلوك ذكر على عيون من تمام اهتمام به كنت يشنا كفر سشنا كنت يشنا كحر نالتنا تام نقشان يعني به إمام القرآن ديت تام نقشان يعني يا الله قمت يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إمام وحلو سمي وذلك الله رجوجي الله سمي ليتم به الغديدة وفعلا وقولا وخلافا لنا خلق الجنين لنا الراعه إن قلبك يا أفك يا فعلك إنت ولا جراء إنما جعل الإمام إمام وحلو سبي الله سمي ليتم به الغديدة فإذا كبر حديقوا الله أكبر إلى صلاة حقه فكبروا كدما حقه فأدوا فأتعقيبوا إيان لا عرب إسكمار الله أكبر لما ولا أراني إمام كوحرانين لغا مهر مالي حرم الشدي لغا مهر مالي ماهي مالكو الله أكبر إيان يا لغا دوا حرم مالي إنما جعل الإمام إمام وحا الله يهل لوت نسي لو سمي لو تلك لي ليتم به الغفر صلى الله عليه وسلم فإذا كبر الإمام إمام مكو تكبير صلى فكبروا تكبير صلى وإذا قرأ مكو آخرين وآخر شكاو بالله فأنسيتو نقرأ رعيو آموس شبتها شنقر يين كسو يرين نف يين كسو بمحن وإذا قرأ مكو آخرين فأنسيتو نقرأ رعيو كما جعل الاستماع لقيس رسول الله يعني الله وسلم مقنيا كيما لتني كما جعل كما جعل الاستماع سيد الله سبي او لو دجي او لو سمي الله يعني الاستماع لقيس له والاني مأمومك اما له امامك لقيس مقنيا ملك كافنية او كغفلا عن القراءة والينة أخرسنا أخريه وناهو إمام القناشي سئي وحلوه أخريه مدك أغفلا مد أغفلا وقفك مأموم إنو نغضه حدامت نقيسانيز واستعماء نقيس الله إيمانيز وإمام إمارة نقيس قيس التحقنينيز أتكود دلانيز الحق أوريز أخرس كانت قناشي سكو أخرين لهن نجيس يا ساكا غفلا او غني كاي ما نكا غفلا كما جعل الاستماع سنت نجيس لو لدني له مأموم قوالين لو لدني مأموم كنت وحرا امام مغنيا مثل كافر يا نجيس يا سو وغفلا عن القراءة مأموم انو اخر يه ولا ولا ان امام امام جلاش سينو وحكو اخر مر ما كان امام نجيس سؤال لسعوتي oo qalbigaaga iyo dhageysigaaga iyo xubnahaaga waxo dhan ay ku xiran yihiin imaamka raacsan yihiin ma lagaaga baahno inaad wax akhrisid imaamka gadaashiisa walaa faatixa waxaa kaaga filan akhriska imaamka oo aad dhageysanaysa maadaama aad imaamka tiisi aad dhageysanaysa oo la socoto aad tixgelinaysa adiga imaamka kaaga filan walaa faatixa walaa qeyrka أخرج كيس عواي كاي كافلا فقال النبي محمد من كان له إمام أو كي إمام كنت وحرا أو إمام كنت وتكني أو إمام له فقراءة الإمام إمام أخرج كيس يا الله أسمع وأه أو كي إمام كنت وحرا وأه قراءة أخرج أخرج كإمام يا إمام يا أخرج كون نقول يا إمام كاي أخرج كيس من كان له قفك أسونا إمام إمام فقراءة إمام إمام
أخرسكيزا قرآنيسا يا الله قلنا قرآنيسا مأمومك قرآنة أخرس هذا كوركنو فهم إيه وفي الجهرية صلاة إلى لي جهر هايوي مركينا لي يعني أخرسك إمام يا أدي أخرس كاغي كاغفلا وصلاة الجهرية وإمام أوكر وأخرين هاي القرآن كيدا ومن كان نجيس ما لا ربا إمام كوا إيغا فلن تاد نلاي أغرس كينا أتكا تكت وإمام كا إيغا حنباري أتراي بد كاني إيا موجد كاني إيا فلن كاني إيا إسكريم كان أتكو مشقوس وقصاري ويتنامر كواح إمام كوا حنباري مالي آه إمام كوا إيغا حنباري ليلي بد كاني إيا ميلا كلا كفكير واح كلا مشقوس كتنا إيا موجد كاني إيا فلن كلا كوشيدا قد بيغان يوم ميل كانو كي ayuu ka shaxaya oo ka shaqeynaya wax ma ku ma jiraan markaas wax imaam uu ka xumbaarina mal ilaa shuruud in kama soo bixin man kaana lahu qafku usuudane imaamun imaam faqraatu imaam imaam qur'anis ya allah ma'mum wa qira'at al akhirs ya wa hala fi jahriyat wa salat la la jahri wa yurkas wujum al qira'at wa lan akhirs ka wajib namadis طب كستوى مأموم يا إمام في السرية صلاة السرية سيدة ظهراني يا عسراني يا إن شاء الله ودين سرق عدو الله قدام باسي يا مغرب كرق عدو الله قدام باسي يا آه وحو إمام كا قادة يا مالي حتى مرق أخرج كو حتو سر اوياي وقرصوني اوياي وحوص او آخرين او إمام وحوص او آخرين وجوم القرآن قرآن واجب لمالينا واجب أن يكون قفك استوى في سرية الصلاة إلى سرية سرية أقرس كيدا هو سلوت نجاي وأما في سرية صلاة السرية فقد قررهم نبي واسوي أما فقد قررهم واسوي على القراءة والليل فيها salaad la sirriga quraa'aadkeena waa lagu qoray waa lagu sugay waa la haleeshay ama faqada qarrahum waa ku sugay wuu amri ama faqada qarrahum wuu amri wuu ku sugay wuu ku waajibiyeen ala quraa'atni akhris ila akhriya fiha salaad nas sirriga إنا أخريان أيو كسوغي وأمري وأما في سرية صلاة السرية وهو سوى أخرين فقد قرموا السوغي وشرعيه على القراءة والليلين أخرستان أخرن فيها صلاة سرقة وفقال جابر وحير كنا وحرياتنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ كوي أخرهم وأنو أخرن جري في الظهر صلاة الظهر يوم العصر عصر خلف الإمام إمام قدبتي سكلاشي سيانو كوي أخرن جري أتنا هاي مأمومين في الرائعتين الأوليين لو أنا ركع دولة أمورين يا دورك لو أنا ركع دولة أمورين يا أسرك لو أنا أمورين لو أنا ركع دولة ملكة أمورين بفاتعة الكتاب يا والصورة فاتعة الكتاب يا صورة أيانو كو أخرين جري وفك سواء نجا نجا من فاتعة مكة نمين صورة ما نرعسين جري ها صورة أيان وراح سنجر كنا وحال هم إلى جابر بن عبد الله نقرأ كوي آخر في الظهر في صلاة الظهر والعصر صلاة عصر صلاة الظهر خلف الإمام إمام قلاشيس في رائعتين أوليين متكستو لو أنا نحرك حضور أمورين أمورين بفاتة الكتاب يا وصورة نبان كو آخرين فاتة حضور أمين حتى نصورة ما نراح سنين وفي الأخرين لو أنا ركع أدوه أسر يدور قدام ما يسرم بفاتعة الكتاب
بعد أعطوا كتاب بارو أخرين إلي سورة دي آيات من لما نارا عسين جري لو لا ركع دولة قد دميس لو لا دور قد دميس لو لا عصر قد دميس حديث يعني ابن ماجه ما سوى سارة بسنان الصحيح أيوك سوى سارة سارة الأول صحيح وإنما أنكر أو إنكر رسول صلى الله عليه وسلم وإن كريم وديني وخور يمين وأتاقي وويرري وإنما أنكر وديني وإن كريم التشويش وعلى التشويش يا وسواسين يا تشويش يا شعاع كفر عليه صوبنا بها قرآن إن قرآن المؤمن لتشويش لو كان أو لو وسواسين أو شعاع المغفرة نعم وانكر او دين او كور يمين وانما اولى انكر او انكر رسول التشويش شعاع التشويش يا وسواس عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بها قرآن انه وسواس وذلك حين ارنكانه حين وقت قيم ايماني او دعي صلى او تكني الظهر صلاة الظهر او تكني باصحابي اصحاب نسؤولنا تكني فقال وحوير رسولك أيكم كي نبا قرأ كي نبا أخر يسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى سبح اسم يا أخرين هاي طبعا قد أشيء تكون أخر يكاوها أيكم كي نبا قرأ أخر يسبح سبح اسم ربك الأعلى يا أخر فقال رجل لما سوى بودو وحوير أرأ أني أقول يا رسول الله أنا أروح أقف كي أخري سورة الناس ولم أريد ما لدونين ولم أجي ولم أريد ولم أجيد وجيد ليد ما أهل بها سورة الناس يعني أخري إلا الخير خير مويان وجيد لك أني أدنك أني أحكى لك ما أهل خير راني سمعناها خير دون بانها وجدت قليلا دنكا ما أنا ودني إذا ما أنا هن فقال رجل لما سوى بدو على أنوها سورة الله على قفك جلاش هذا هو آخرني ولا مريد بها مانا لدونين وجدت لي ما هي يا هدف كي يا تارك كي إلا الخير خير ما لدوني خير ما يجاهد خير كرصة فقال نبي لقد عرفت وانا قوصني وأنقرت وان فهمي أن رجلا قال جنيها إنه إنه دفنه إنه جيدنه أو إنه دفنه قال جنيها إنه إنه جيدنه أو إنه دفنه وان أغاني أو إنه دونه إنه مرمحي يعني قرآتك ها قفا إن وليرينه أو آخر سكان يجا جيدا نيء يجا كلا جون نيء يجا قص نيء قال عرف قال أنا موحول قال حق يقال عرفت وان فهم وان أجاني وان قرت أن رجلا قف قال جنيها إنه إلى دون هاي وآخر سكان يجا دون يقول دون هاي إلى هستو أما يجا جيدا نيء قال جنيه يجا جيدا نيء أما يقول دون هاي وفي حديث آخر حديث كذا كان مسلم إيه أو عواري أساسا وفي حديث آخر حديث لا والحديث قالته كان وحي أهاين أصحابنا الرسول يقرؤون كوي آخر يقال فالنبي النبي قلاشيس أو فيجهرون به وإلا جهر جنين صلاة سر وحتى آتين حديث صلاة سر تاين أو هوس لوس ريسر أو دوني عسر إتنان إلا دوني عسر ملك سوى أفر تيسرك على الله لس ريسر هوس بالله أخرين إياه أما عشاء لما يسرك على الله ودميس أما مغرب إرك عطل ودميس مركا قلت لقين إن وقفنا وهوس وآخرين وقفنا وكر وآخرين ما الله أقوله أو إمام أما قفك كبون كربتو كان وصفك كبون جراء وسواس وسواس أدوك كنتين ها وأذكر وأخرس
وحاجة هوس وآخرين نفط هذا ومقاشين ذات كان قفك فو قرب كاجا ما نكوت كان هاي أما إمام أكبر تاجر هم مقاشين معايا تيس هاد كقسيسة وسجد دريسة وعي ما سجد نحيا عهيم معايا مع وعدين قلنا هذا إسكو ما رتنا وقت إسكو آيات أنا أغلين ينون إياك نعبد وقنا إهدنا صراط وإلى من ورم إهدنا بيكون من إياك يكون من إنسان وقسمه وأنا قصير ولي جاولين أدوكين تاسع الدين هيا مولي زراد نهتني سريات هاي ها أقلنا وي يا فاتحي وحا أقلنا أجهدد معها يعني يا للا جهر وي قفك أن لا تكون إسك أو سواسنة قرأوا قانم وفي حديث الآخر كانوا وحي آي أصحاب يقرؤون كوي آخرين خلف النبي نبي قلاش صلى الله عليه وسلم وفيجهرون وإلا جهر جريبيه قرآن أس أغرس كان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلطتم واد نهدين واد قصتين واد برحتين واد لفتين علي أنتو شايت القرآن قرآن واد إيقا قصتين وإيقا لفتين وإيقا إسكا نحدى هادسين واد إيقا لفتين خلطتم واد إيقا نهدين واد إيقا لفتين وإيقا قصتين وإيقا إسكا أحدين دردرتين خلطتم واد إيقا كان نهدين إيقا قصتين أنا يا دوشة إنت واحد يا قستين ويا لفتين القرآن قرآن كيان أخرين هاي إيه جهر يا جوجي أذكر الله قيني ليسا ولا جهر ليسا عديد كابو قارب أصول وقال وحوري رسول صلى الله عليه وسلم إن المسلم يقف كتوكان هاي وصلاة نتوكان هاي يراجي وحو الله فقيا ولا الشور هيا الله شاكيسر هيا الله كود هيا رب و ربي جيس ولا كود هيا الله فقيا ولا شاكيا سنة يا ربي جيس إياك كافك وكاف القطاب إلا ولا عبدنا إياك نعبد وإياك نستعين آي إلهي بهور تاجر ولا شاكيا سنة يا شاكدو إلهي لا شاكيا سنة هكلا بنا هك قصينا هك برحنا هوا ليرينا أو كلا جلوا وحو إلهي ويدي سنة وحنا ويدي سنة يا سيدي قسم ها قسم ها ويرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المصلي وقفته كان يناجي ويقول لك يا الله فقه يا الله شيخ يا سيدي يا رب وربي جيس فينظر في رنايا بما شيء وكور قال هيا يناجي ويقول لك كود هيا ويقول لك فقه ويقول لك شور هيا بما يا ربي جيس ويقول لك كود هيا أو فينظر وكور قال هيا وكفر سنة هيا وإيه هيا أفكاسو بما شيء يلاجي وكل كود هيا هو ألا به شيء ناس ورب نجلس كل كود هيا أو كل فقاي أيو فيرن هيا أو كفر سنة هيا وكباران دي هيا ما تحق السنة وها ورينينا ولا يجهر يولى جهر يولى طواق يولى قيلين بعضكم قاركين على بعض القارك كذا بالقرآن قرآنك يولى كل جهر وعدكيس يولى ككور مرين عدكيس كتيرين ولا يجهر يولى لجهر يولى طواق بعضكم قاركين على بعض بالقرآن قرآنك يولى ككور مرين ويولى كل جهر والله قيلين قرآن هو آخرين أي قرآن هو آخرين أي فاسا هو آخر استا نفتي سوها مقشني يولا قفك وليريني مالي يا بخاري واسوس الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيرا من قرأ قفك آخري حرفا هل حرف ومن كتاب الله إلهي كتاب إيسا كمت كيال فلا وحوني بي حرف كاسببتيس درتت حسنت دوراك موني حسنات هل كي حسنات نوحا لغوفة سرهايا نوغو بدنيا طبان حسنات هل حسنات او ليمان سنسحت او ليمان من قرأ قفك اخر يا حرفا حرف ومن كتاب الله الهي كتاب نيسا كمينة فله حني بي حرف كاسا وقت نيسا حسنات الحسنات مني والحسنات هل كي حسنان بعشر امثالها طبان اصيق او كاليتا يا لغو بدنيا طبعا سيقول كريتنا
toban jibaarkiisa weeyaan oo markaas ayaa 11 ku noqonay halkii xasanaad iyo 11 kaloo loogu daray ama waa loo toban jibaarhayaa loo toban laamihayaa oo 9 kalaa loogu daray asagaa 11 ku noqonay walxasanaadu halkii wanaag oo uu la yimaado xasanaadna bicajri amhaaliha toban laamkiisa loogu bedelayaa loogu sarifayaa loogu bedelayaa loogu qaymeynayaa laa aquulu dhii maay anu haddaba ma odhanaya afkaygana ma soo marahayo alif laamin ma dhahay alif laamin waa alif iyo laam iyo miim saddex xarfood wey xarfun waa hal xaraf ma dhahayo alif laamim hal xaraf wey ma dhahay ani afan ku iyaana iguma yaal walaakiin waxaan leeyahay aquulu waxaa odhanaya oo afkaygaa soo marsiin kara alifun alif xarfun waa xaraf alifka keligii waa xaraf waallaamu laamna xarfun asagana waa xarafkii labaad waalmiimu miimna xarfun waa xarafkii saddexaad saddex meelood oo min tobana marka waa soddon xarafkiiba waa toban xarafkii labaadna toban xarafkii saddexaadna toban wey alif laamiimkani waxaa lagaaga qorihayaa toban xasanaad toban ajir ka badan qofkii akhriyadne meeqabay faatcali meeqay noqonay min awaliya toddobadeeda aayadood xaraf xaraf xarafkiiba waa toban xasanaad wey xasanaad fara badan buu helaya xadiidkaan turmudi iyo xaakim baa fisanadii saxiix kusoo saaray atamiilu aamiisigi iyo waljahru lajahri iyo waljahru limaami imaamka lajahridiis kor u qaadidiis aamiintaas uu kor ugu qayli oo kor u qaada bii aamiisigaas haada baabu wa maxalu waa baab kusoo arooray baabu taamiini wey waljahru limaami imaamka lajahridiis aamiisiga bii bil aamiin aamiinta uu la jahro هذا محل ومبحث هو ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم صوبانه وحوها دائما سجي وكتور أنك لقول لهين إذا انتهى مركو كتنم مانا من قراءة الفاتحة فاتحة أخر سكيانا مركو كتنم مانا طوط أمي سورة قال وحو رجلي آمين آمين إن آل لو شدو آمين ليرا ما لا أقول أو زائد أو ميم كان الله شدو وحيم لما وحيم قال لما لما عنا نقول يا سامي علم ذو ولا اسكم عنا نقول يا ولا آمين البيت الحرام نحن قاصدين وحنا قصدنا بيت الحرام معنى كده هتنا آمين لكن مركي لصوت آمين اللهم استجب لنا إلهي بريانا نالا يا دعانا نالا يا ويديسا نالا يا سؤاشا نالا إلهو لنا أجيب وحان كامل قلي يا وحان كويديسا انت وإلهو لنا أجيب ونالا أقبل يا معني نقول يا سهل استجب لنا إلهو لنا أجيب لا أقبل لا يقدون ثم كان وحانا صلى الله عليه وسلم إذا انتهى مركو كتن معنا كسو أي كانوا كسو جس من قراءة الفاتحة فاتحة لما يصور الفاتحة أخر سكيني ولا الضالين أويرا أويرا قال وحو نهجري آمين ونهجري يجهر أول قرق أولا طواق جري أولا جهر جري ويمد أولا من جري بها آمين لا وكجيري أي صوت وصوت إيسا آمين مؤنجر يا جهر أولا جهر جري قرب أمود نواق جري ويمد أولا جير جري أمد جري ما أجير جري بها آمين صوت وصوت كيس أيوك جير جري رواه البخاري وحديث كان صوصا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره كي أمره
المقتدين هو كود ديان هاي يا مأمومين يا مقتدين وعفان جروا أمر جري بتأمين إنا آمين سلام آمين أينا لان إنا آمين لان أيو أمر جري وكان على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كي أمر المقتدين هو مع قراء مقتدين يأمر كي فرق المقتدين هو مقتدين مع المأمومين في التأمين أمين يو أمر جري وفرجنا من يعبد تأمين الإمام يعبد بعد تأمين الإمام بعد تأمين الإمام إمامك آمين سيسا قال عشان أيو أمر جري وكان وحوها يأمر كي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المقتدين كوا مأمومين بتأمين إلي آمين سلام بعد تأمين الإمام إمامك آمين سيسا بعد أما بعيد تأمين الإمام بعد يرو آمين سيغا إمام بعيد أتنين لينا وأساسه يقول بعد وأكون فعلان بعيد إمام الإمام بعد ير قدان ير وحيد قدان يرو إمام تأمين تأمين سيغيسة كذب يريد وكذب دم وحي يعني لو رجع مين بعيد تأمين الإمام إمامك آمين سيسا وحي كذب نعد هنا يريد هنا إيه لجرت بعيد بعيد تأمين الإمام إمامك تأمين سيسا آمين سيسا وحي مع دقيت مرقو أويرا آمين أويرا يا آمين لقد ورنا يا سو وفي عوي هديك ليس مرقو را ألف تاء وكل واقع يا آمين يا ليه أنت على ميم آمين أنت رك آمين أنت قال مرقو را لقد ورنا يا هديك إسكو مر لقب سلرا وا أوكي ويا عادي وي لكن وحال الدين هيا إلا غهر مره أو إمام كيو ولي آمين أو ولا ضالين مرقو إنابا إنتو نولي آدم كنا واقل نتبع كور ملهي آمين أو رهي أو كسي هور ملهي تا أيضا لما أقوله تا لما أقول إلا غهر مره أما وعلا إسكو مر مأمومين يا إمام كورا تواقان أما وحي يربع آمين سيجيس وحي يركب بعد وإن آمين لينا وكان وحانا صلى الله عليه وسلم يأمر كيفا المقتدين والليل مقتدين مأمومين بالتأمين آمين بعيد تأمين الإمام إمامك تأمين سيسا وحي كدنب كبعد وحي الأم إذا كدهان مها فيقول وحورنا إذا قال الإمام نبي وحولي إذا قال الإمام إمامكم القويرة غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين مركم إلى إمامكم فقولوا قد وقتها آمين قد وقتها معايا فإن الملائكة ملائكة تقول وحي أرانيسا آمين ملينة آمين وإن الإمام إمامكم وحي أرانيا مركم ملائكة آمين أثنا وإن الإمام إمامكم يقول أسلوح ليه آمين مليه وفي لفظ
لفظي كان وحاكو سعروني إذا أمن الإمام إمام أمك وآمينا فآمنوا كد وقانا كد وطها لطها معها لقانا معها كد وطها حتى لقانا أوران لهن أهال لهن إذا أمن الإمام وآمنوا وأورانا ووطا مطا وو معيه نقول لهن هذه ما شفاء نهتنا لكينه وو نقوم بدري لها أو وآمنوا الله أوران لها وو معيه لنا لا آمن سنة نقول له اسكو مرقانا إذا أمن الإمام إمام أمرك آمينا فآمنوا لا عربية أوه إذا قلنا آمين كذا وطها فما وافق وفوها لا وافق تأمينوا آمين سيسو تأمين الملائكة ملائكة آمين سيجينا وفو وافق واسمي الملائكة إسكو مرئي آمين لبن لامان وفي نفس آخر إليك أنا وحو أها إذا قال أحدكم مدكين مكو يراه في الصلاة صلاة نحت أنا آمين مكو يراه والملائكة ملائكين في السماء سمنا حقنا عرك حق من سمنا حق من آمين أي كثيرا ووافق ووافق أحدهما من كل الآخر الذي آمين أي سكوت عام لكن من سكوت سمان في قفك مسلية آمين سيزيا في ملائكة اسوافقان اسكو مرء طعان غفر الله والله دافية قفك أصلا ما تقدم من ذنبه وحال وحي ذروب وهنا وقال وذنب وعلى عفنا وعلى سامح يا ذروب قاتنا وذروب تسقائر ما الذنب أوطن ما آمين ذنب إيا لغو تافايا ذروبنا إيا كوائر تأواوين توبة كين أما عفو إلهي سامحان إلهي أما توبة كين ما لغو تافايا عمالا لغو ما تافايا صوني صلاة إيا حق إيا لو ما تعرف هي يا سلام تكون ايه توبة وباهت لاي اما عفو الهي يا لو تعرف هي وفي لفظ اخر اذا قال الامام اذا قال هدو الى احدكم متكين في الصلاة الصلاة تكون هنا امين هديو يرا والملائكة ملائكة في السماء سمد خصونين امين اثنا ووافق ووافق وحلينا احدهما متقول على خلك كلا وحالين ولو أنه آمين إسكو درسم تي ملايك يتي قفكي تكنا يا مصلي غفر الله والله دافع ما تقدم من ذنبي وحي ذروق وحالي وقالي وقالي ما دوا سقائل حديث عن مصري بخاري يا نسائي يا سوساري وفي حديث الآخر حديث كاليت فقولوا تهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمين تهب يجيبكم الله إلهي وإذنك أقبله وإذن أجيبه وإذن يلهي وإذنك وليلهي آمين فقولوا لها آمين يجيبكم الله إلهي وإذن أجيبه آمين محنا يا نحوية اللهم استجبنا إلهي ونقى أقبل نقى قدون نقى أجيب نقى يل بريالينا يا دعالينا يا ويديس إلا نقى يجيبكم الله إلهي وإذن أجيبه وإذن يلهي وإذنك وليلهي وكان يوحى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيرا ما حسدكم إذا ما هنا حسد إذا ما هنا قول وين اليهود قالوا يهود لنا على شيء شيء إذا ما هنا حسد ما حسدتكم أنت إذا حسدني حسد لك ولا وين يهود إذا ما هنا حسد على السلام سلام يا وقت أمين لا لا إري ما شاء الله مسلمين فيهن سلام لا تحتين إذا سلام إنسان إلا سلام توادع الله كبد بانيوي وعلى وحي كنت ما أدوية آخر الله كاكون يلوي يا تأمين آمين سياس آمين الذي سلام لمك فاتحة لما إنسان الآمين سن إنسان يا سلام لو لا سيو وحكا بدن أو كوين أو إذن كو حستان حسن لماذا إذن قبان يعنى ولماذا إذن قبان يهود waxa ugu weyn way ku xastahayaan idii qoola la yihiin wa salaamta iyo taamiisiga aamiisiga labadaas ugu weyn wakaana nabii waxa salaamuhu sayo qoolu kiira ma hasadkum min yahoodi yahoodi ma hasadin ala shay shay korkis ma hasadkum inta idii ku hasadna wax la eg ala salaami salaata salaami san iyo wa taamiina aamiisiga aamiisana san khalfan imaam imaam tibtiisa galaashiisa
أكو آمين سنيسا آمين لدين آه واحد منا وإن كو حسين مجر حديث قال البخاري يا في الأدب المفرد يا كو صار ابن ماجه ابن خزيمة يا كو صار صار درس النبي شرات الكاس النووي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.